محمد ابو خطوه مرشح دايره سيدي جابر وباب شر رقم 2 رمز ساعه اليد اول مره كود العمليه الاساسيه اكيد كان ليها دافع عندك يعني ترشحها كان ليه دافع اكيد طبعا هو ترشحي بصراحه حبينا اول حاجه التغيير نمره واحد اللي احنا نغير من النظام اللي عدى ويبقى في نظام ما قبل 25 وما بعد 30 يبقى في نظام تاني مختلف يساعد كل جهده تشريعات كويسه للناس يطلع بالمنظر اللائق بالنسبه لواجهه سياده الرئيس يطلع بالمنظر اللائق لسياده الرئيس اللي هو فعلا يكون فعلا مجلس النواب بتاع فعلا الناس بتاع الشعب بتاع صوت الشعب. برنامجك الانتخابي اهم النقاط فيه ايه؟ اهم النقاط بالنسبه للبرنامج الانتخابي هو نمره واحد محاربه الفساد التعليم الصحه ده اهم ثلاث حاجات بالنسبه لي في موضوع المجلس القادم ان شاء الله ده اهم ثلاث حاجات فيه. اهم قرار هتنفذه فور فوزك بالكرسي؟ وطبعا ما فيش قرار عايزين نعمل تشريع يصب لصالح الناس هو يعني حته قرار ممكن نفوض سياده الرئيس فتح ملفات الفساد كلها ده تفويض رسمي ان احنا نفوض سياده الرئيس لفتح ملفات الفساد كلها للعوامل السابقه كلها. اشكرك شكرا.